بصوا انا مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هي الساعه دلوقتي 11 بالليل، تمام؟ فاحنا هننزل من الهوستل. عايز اوريكم حاجه، بس خليكم معايا. هننزل من الهوستل، عايز اوريكم حاجه. احنا في الدور الاول، فالهوستل ده مش عالي قوي، فسهل انت تنزل على الشارع على طول. بس الفكره بقى في الشارع دلوقتي 11 بالليل وفي روسيا، يعني اكيد في حاجه. حاجه ايه بقى؟ هي دي اللي انا اعرفها دلوقتي. بصوا يا جماعه، هو هنا مفيش ليل، فالجو لسه، لو انتم شايفين الشمس لسه تقريبا دي لسه الغروب، يعني احنا دلوقتي لسه في فترة الغروب، وحتى بالليل هوريك الفيو بالليل بعدين. الدنيا السما بتبقى لونها ازرق وفاتح، فلو انتم شايفين الناس في الشارع كلهم بيتفسحوا، ما فيش حد بينام هنا في روسيا. فاكتر حاجة فعلا انا استغربتها لما جيت روسيا هنا، اللي لقيت ما فيش ليل. يعني الليل فين يا جماعة؟ لا ده بداية الصيف. انا اول ما جيت في شهر مايو، بداية الصيف عندهم بيبدأ في شهر مايو لحد شهر يوليو. فالمهم الصيف هنا فظيع، فاللي يجي روسيا لازم يعمل حساب يجي روسيا في الصيف عشان يستمتع بالجو. انتوا شايفين الفيو ورايا، احنا الصبح. بص ده غروب الشمس، يعني الساعة لسه 11 بالليل، على الساعة 12 واحدة كده تبقى ايه، الشمس نزل بقى خلاص، السما بتبقى زرقاء شوية، مش فاتحة زي كده يعني. بص الناس جاية ياخدوا المراكب دي يتفسحوا بيها، شكلها الفيو بالليل عامل ازاي. حلوة جدا يعني. بص يا جماعة، ده فرح فالناس او خطوبة، فعندهم اكل تحت اهو، والناس بيحتفلوا ببساطة خالص. ف هي دي خطوبة تقريبا يعني. فالمهم الناس لذيذة، الناس بيعيشوا الحياة ببساطة يعني. طب احنا دلوقتي يا جماعه بنعمل زي في ايفنت في الهوست اللي احنا فيه، طبعا الناس كلها متجمعه، بنعمل فطار الصبح مع بعض. انا اوريكم نعمل فطار ازاي، ودي من الحاجات اللي بتخلي الناس كلها يعني تتعرف على بعض، نقعد ناكل مع بعض، نطبخ مع بعض. فهم احنا عاملين الجزء بتاع الشكشوكه. انا وماجد صاحبي، فهنوريكم النهارده الايفنت هيبقى ماشي ازاي في الهوستل العربيه. ماشي، وهناخدكم لفه في الهوستل كمان بعد ما نخلص الفطار. ماجي اعمل يا ابني. You don't like camera. I don't know. Expose you on the camera. تعمل يا ماجي. ايوه حبيبي، نعمل الشكشوكة. ايوه. نجهز كل شيء، حطها تهدى، بعدين نحط البيض عليه. هتحط البيض؟ بالظبط. هي انا حاسس ليه الشكشوكة هنا طماطم بس. Shakshuka, it's yeah, but this is what I would say. Like, I think it's only vegetable shakshuka. No, it's gonna be with eggs. Is it pancake? Yes. Ah, cool. بص اللي هناك دي بانكيك، بس بانكيك روسي كبيرة شوية. هو البانكيك تقريبا this pancake as well or this this is porridge. Huh? Porridge. Oatmeal porridge. 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 Oatmeal, like. Ah, oatmeal. Okay. دي الشوفان. ماشي. في الصبح ناس صحيين بقى. فهو المفروض الهوستل هو اللي عامل الايفنت ده كله عشان يجمع الناس، ناس تتعرف على بعض. بيعملوا طبعا ايفنتات كتيره بالليل، حتى بتلاقي في مثلا سهرات، بيبقى في مثلا حفله خفيفه كده. هي الميزه في الموضوع ده اللي هم بيجمعوا الناس كلهم مع بعض، يعني كل الناس زي ما انتم شايفين. انا الوحيد اللي بصور، ما عنديش اكل. بيساعدوا في الفطار، وفي ناس قاعدة ورا ما بتعملش حاجة مستنية زي. بس تقريبا كريمة زبادي، مش فاهمش دي. بس بص أحسن واحد حط زبادي في كوباية. أصعب حاجة والله. أيوه يا ابني. بص بص حطتش بقى. ايوه كم كلوزر بوت يور تاتش فروم هير. نو نو ليتس جست كم شو ذا كاميرا هاو تو نو فروم هير يو ستاند هير. طلع تعرف تعمل البيضه من فوق تنزلها تحت؟ لا لا قطع. جرب بس كده. انا شفتك امبارح بالبيض كيف كنت كده. اوبا. بص البانكيك عامله ازاي، شكلها حلو. بص احسن حاجه في المكان هنا يا جماعه المطبخ. بص المطبخ عامل ازاي، حلو جدا.
الديزاين بتاعه وشكله حلو جدا. خليك ليك نفس اللي انت تاكل اساسا. الجزء اللي هناك ده كله ثلاجات، هنا البوتاجاز ده ضخم جدا، يعني تعمل كل اللي انت عايزه هنا. وفي حوضين وفي مايكروويف وقهوه وفي كل حاجه انت عايزها يعني. بس كده خلاص يا جماعه، الفطار جاهز، الناس هتفطر واحنا بنصور بس عشانكم، مش هنفطر احنا دلوقتي. السلام عليكم. I'm saying hi in Arabic. Hi. How do you say hi in Habibi. Habibi. If you call someone Habibi, this means he's your boyfriend. I'm kidding, no. طب احنا هنبدأ الفلوج بتاعنا النهاردة يا جماعة. أنا دلوقتي في مكان هوستل في مدينة اسمها سان بيترسبرغ. المكان ده اسمه سول كيتشن. المكان حلو جدا للناس اللي بتحب تتقابل مع اجانب وتتعرف على اجانب، ولو بتسافر لوحدك هيعجبك جدا. اول حاجه عندهم بلكونه فظيعه يا جماعه. بص البلكونه بتاعت المكان، يعني انت في قلب البحيره اللي وراك دي، مش بحيره هي قناه، بس في قلب القناه. مكانها حلو جدا، البلكونه صغيره فيها ورد وشايف فيو حلو جدا. الجو نفسه في الصيف تحفه يعني. وبنعمل عندهم حاجات العاب هنا كتيره وكتب تقدر تقراها ببلاش يعني، مفيش. لو عايز تروح تلعب ميوزك ممكن تاخد البتاع ده تلعب بيه ميوزك. الاعداد دي والكنب ده احسن حاجه في المكان. بص عامل ازاي وشكلها تحفه، شايفين حتى الديزاين والشكل. المكان شكله جميل جدا يعني. دلوقتي هروح لحاجه مهمه، الغرف. والغرف عندهم بتتقسم لكذا حاجه، يعني في حاجه اسمها دورمز. دورمز دي اللي تلاقي مثلا انت ممكن تحجز سرير في غرفة فيها مثلا 6 سراير او 8 سراير، ودي سعرها بيبقى رخيص. هوريكم الغرفة اللي انا فيها لان سعرها رخيص جدا، سعرها حوالي 16 دولار في الليلة بالنسبة للمكان نظيف جدا. هوريكم بسرعة من غير ما نتكلم عشان الناس ممكن تكون نايمة. بصوا كده الغرفة بتبقى فيها سراير من دي، الغرفة دي فيها 6 سراير وفيها حمام جوه بس في ناس نايمة. خلينا نطلع بره على طول. دي الصالة. هتلاقوا بقى في تانية في غرف هنا، ممكن دي تبقى غرفة مثلا دبل او تريبل، سعرها رخيص برضو. بيبقى عندهم مكان تغسل فيه مثلا، انا غسلت لبسي كله حوالي 30 جنيه يعني. عايز اقول لكم اصل الهوستل ده اصلا في مبنى قديم من سنة 1880 او حاجة شكل كده، يعني عمره اكتر مثلا من 130 او 140 سنة. فالمكان قديم جدا. اصله كمان اللي هم كانوا بيجمعوا الناس الروس زمان عشان يتجمعوا في شقة واحدة، ناس ما تعرفش بعض عشان يتعرفوا على بعض. فبعد كده لما الناس خدوا المكان ده وعملوا الهوستل، هي نفس الفكرة برضه، انت ناس غريبة بتتعرف على بعض تبقى قاعدة في نفس المكان، تحفة. دوم الكلام ده ممكن تقعد فيه، ممكن لو عايز تشتغل وتخلص شغلك تعمله هنا. البلكونة هناك حلوة جدا. شايفين بقى الديزاين، الغرف، الإضاءة نفسها شكلها يعني تحفة، يعني جميلة جدا. هندخل دلوقتي أول غرفة. هتحس إن الهوستل نفسه متاهة، فيه غرف كتيرة وباب كتيرة الصراحة. Let's go. Number 6. Oh, still good. بس شايفين الفيو. بس هو الغرفة عشان مش جاهزة، بس أهم حاجة في الغرفة الفيو. بس شايفين عاملة إزاي؟ يعني تحفة جدا. بصوا كده. اوبا مش عارفين نفتحها. ماشي بصوا كده. How much for this? This one is like the most expensive and can be like around maybe I don't know 10,000 rubles. 10,000 rubles? How much in dollar? In dollar I have no idea about that. Oh my god. بنسأل سعرها كام. 10,000 روبيل دي يعني. During summer is expensive. Yeah, but it doesn't look pretty, Karim. I want it to look pretty. Okay, so we can take another video later. Okay. I just wanted to check. Don't worry. هي عايزانا نشوفها وهي متجهزة. So if it's like once it's ready, tell me. Yeah. Okay. It should be ready today, actually. احنا كنا بنتأكد للغرفة نضيفة ولا لا. فهي بتقول لي لا لسه ما اتجهزتش، بس هي كده بالنسبه لي شكلها نظيف اساسا يعني. I want to show you some other rooms. Okay. What are you saying? I'm saying she's gonna show me another room because she says it's not ready yet. So don't worry. This is
دي غرفة تانية. This is smaller, but this looks cool. That's like single or double. Double. Yeah, for but not for me. It's small for me. Oh, sorry. But it's still pretty, really. It is pretty. You have a carpet? Yeah, it's Egyptian. No. Why did you bring us a carpet? I can show you the other room. Let's go. No, because Egyptian they make really good carpets. Why didn't you bring us one? Me, inshallah, if I come again to Russia. This room is also really pretty. بص بقى الغرفة التانية دي. دي شكلها حلو بس دي دورين تقريبا يعني ف. This like for kids. Also maybe. شكلها. Yeah, you see it looks. No. It's bad. بص السرير على النهر على طول فتقول لك هي مش متنظفه. No really it looks clean for me. Looks clean. I haven't touched it. بس فيها دور فوق برضه عشان الناس ايه اللي معاها اطفال او حاجه شكل كده يعني. بصوا هنا في ايام في الاسبوع بيعملوا ايفنتات زي الايفنت اللي احنا عملناه النهارده الصبح اللي هو افطار فبتلاقي المواعيد سو مكتوبة بقى بالروسي عشان في روس كتير هنا بس ايه المواعيد بتبقى موجودة هنا يعني. ولو انت اتفرجت على اخر الفيديو ميرسي ليك جدا. اعملوا لنا يا جماعة سبسكرايب لايك لو عجبك الفيديو. هتلاقونا على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى انستجرام كريم ترافلز. اشوفكم في فيديو جديد من روسيا.